campeón. ¡Ole! الحمد لله شفنا مقابلة اللي هي كانت رائعة في مستوى عالي، كان واحد الندية في اللاعب، وتنعرفوا أنه الفريقين اللي هما اللاعبين ديال الفريقين أكثر من 50% اللي تيشكلوا المنتخب الوطني، وبالتالي كانت الجمعية السلوية اللي عرفت تستغل الفرصة في آخر دقائق ديال المقابلة، وبالتالي فاز بهذا نهاية كأس العرش بالنسبة للموسم الرياضي 2021-2022. وهذا تيجي في اطار تحضير دائما المنتخب الوطني والمشاركه ديالو في كاس العالم، خصوصا تنعرفوا انه المغرب جا في المجموعه الرابعه اللي تضم كل من البرازيل وايران وايرلندا، واللي تنأملوا انه ان شاء الله المنتخب الوطني باش يلعب ادوار طلائعيه في هذا كاس العالم، لان اول مره تنتاهلوا لكاس العالم، ولكن عندنا فريق واخا حديث العهد ولكن تضم عناصر اللي هي محترفه بتركيا وفي بولونيا وفي اسبانيا، فتنأملوا انه باش ان شاء الله المنتخب الوطني يقول الكلمه ديالو، ولما لا انه يوصل الاربعه الاوائل، يكون بين الاربعه الاوائل على مستوى العالمي. فاسلا هذا الفوز هذا كنهديوه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنهديوه للاخوان كاملين ديال اماسلا اللي داروا واحد المجهود كبير وتقاتلوا، كانوا رجال اليوم، والحمد لله ثاني مره كنديو البطوله الوطنيه، وكنشكروا كاع الاخوان ديال الناس ديال سلا. درنا واحد المجهود كبير باش نفوزوا بهاد البطوله هذه، وكنا يعني خارجين طربوس مع الفريق الوطني، الحمد لله عندنا 6 العناصر كيلعبوا في الفريق الوطني، هذا هو لافونتاج يعني باش فزنا بهاد البطوله هذه. اول شيء كنشكركم على الحضور ديالكم وعلى المتابعه ديالكم للمباراه، وفيما يخص هذه النتيجه اللي انتهت بالفوز ديال الفريق ديالنا، فاحنا جد هانئين وسعداء، حققنا اللقب المره الثانيه على التوالي البطوله، هذا الشيء ما جاش من فراغ، الفريق تيقوم بمجهودات جباره وكبيره، حتى الفرق الاخرين حتى هما الخصوم اللي ضدنا حتى هما راه طوروا في المستوى ديالهم، حتى ان اصبح المستوى متقارب، هذا اللي خلى المقابله النهائيه تكون صعيبه وصعيبه بزاف. الحمد لله الدراري عندهم خبره وعندهم تجربه بفضل التواجد ديالهم داخل المنتخب المغربي، هذا الشيء اللي سمح لينا نحققوا هذا الفوز هذا، وفي الاخر عاوتاني كنعاود نشكر الطاقم التقني والكامل والاداره ديالنا كامله، وكنشكر الناس اللي كيحبونا وكيتابعونا وكيدعمونا، وكنشكر الطاقم الصحفي حتى هو اللي حضر معنا في هذا الملعب اليوم. في الحقيقه الانسان المعاق تيعاني بزاف ديال الامور، لا ماديه ولا معنويه ولا نفسيه، كنشكروا الناس بزاف اللي حلوا لنا هذا الباب هذا، اللي كنساو فيه الاعاقه ديالنا وكردوا فيه الاعتبار للاجهزه ديالنا، وكيساعدونا باش ندمجوا في المجتمع وكنحيدوا داك النقص، وبالتالي كنكونوا حتى حنا مواطنين فعالين وكناديو ما علينا قدام هذا الوطن مقابل الحقوق اللي كناخذوا، راه كناديو واجبات حتى حنايا بحالنا بحال الانسان العاديين، وهذا فخر لينا وفخر للشخص المعاق، فحنا كنمثلوا المعاق كما كانت الاعاقه ديالو، سواء كيلعب ولا ما كيلعبش، وهذا كما قلت لك عاوتاني كيبقى فخر لينا وانتصار الاجساد ديالنا ورد الاعتبار ليها. كان الوقت